أكرم يلا يلا جاي. ما ليال ترك المزرعة تخدها على الأوتيل بتنقيه ببيروت توصلها وبترجع نايل عم تضبل أغراضها. حاضر رح جهز السيارة. يلا شورا في حكي أنا وياك يا شوي لوحدنا. قلت لك ركان طالما ليال بهيدا البيت حكي بيني وبينك ما في. خواجة بفتكر انه لازم تشوف هيدا الشيء. شو؟ لقيته بين غراض ليال. بالإذن شهور كانوا بقوتك لقيتوا النايلة. هادي هالمعاشي وعم صمتوا معاشك ايه؟ كذابة. شفت انه انا ما خصني بالموضوع؟ عماد سرق المصريات وهي سعادته. مش مزبوط. مين غيرك قادر يجيب المفاتيح ويعطيهم لعماد؟ عندك انت كله كذب. بعدين انا اصلا شخصني بعماد هيدا في اكلك. مزبوط انتو ما بتحكوا سوا، انتو بس بتناموا مع بعض. حظ ليال ايه مصدقوا. على كل المصاري اخرها، ما انت بتعرفي هذا الشيء. خليهم معك حتى عزيم. بس انا اللي بزعل عليه انك بعتي صداقتنا بهالقد رخيص. اسالك ما كرام خدها من هون. هي بس قبل حكي مع نورا شوي لحالنا تفسر لها شغلة وحتصير منه. انت بتقرري.